السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، كيدايرين بخير وعلى خير؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الموضوع بعيد عن السياقة وبعيد يعني على هو نتاع المقابر هنا في فرنسا، كيفاش كيكون مقابر في فرنسا. وواحد السيد مثلو مرتو الله يرحمها، بغيتكم تدعيوها بالرحمة إن شاء الله. هذا السيد صديق ديالي، خدم معايا، ومع هاد الاجواء الدنيا خاويه، انتم كتلاحظوا ما كاينش اللي بغى اللي يمشي، يعني ما الناس اللي يمنع الخروج وهذا. انا غنغامر ان شاء الله وغنمشي انا وياه باش ندفنوها، ونتمنوا الرحمه لها. وغادي نوضح لكم شويه بعد كيفاش كيكونوا المقابر هنا في فرنسا ديال المسلمين وديال النصارى. بسم الله على بركة الله. المقابر كيفاش كيكونوا؟ حدير معايا السيد مع الجوج عاد غادي يجيبوها. هذا الصديق ديالي، يعني صديق خدم معايا الله يعمرها دار. الزوجة ديالو توفات مع بعد مدة من المرض، معاناة من المرض، كان عندها كونسير. الله يجينا ويجيكم ويجي جميع المسلمين. ولكن الحاجة اللي عجبتني هو أنها سلمات، لما مدة تزوجت بها ما كانتش مسلمة، كانت نصرانية، ولكن سلمات وبدات تصلي. وفاش قلب على شي واحد يصلي عليها صلاة الجنازة مع الحجر الصحي ما لقاش. صدفة تلاقاني في الطريق، قال لي واش تعرف شي واحد؟ قلت له لا ما لقيتيش، نمشي انا معاك نصليو عليها صلاة الجنازة. يعني داكشي سهل، الواحد خصو يتعلم صلاة الجنازة، ماشي غير واحد فقيه هو اللي غيصلي. حنا كاملين مسلمين نقدروا نديروا صلاة الجنازة، يعني عادية الركعة، يعني اربعة تكبيرات، ما كاينش الركوع، اربعة تكبيرات. من بعد التكبيرة الاولى صلاة تقرا سورة الفاتحة، التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، التكبيرة الثالثة تدعي للميت والحول الميتة، والتكبيرة الرابعة تدعي لجميع الموتى. هادشي اللي كاين، مكاينش شي حاجة صعيبة. القبور ما كيبعد، ما بعيدش بزاف، كاين واحد المسافه ديال تقريبا 2 كيلومتر ولا 3. الو، السلام عليكم. نعم محمد، اشنو غادي تجي؟ انا غادي قريب للقبور. دابا شنو غادي؟ لا دابا واش غادي تجي ولا؟ ولا الا قدرتي تزر بشويه تجي. راه سولني داك السيد، على قال لي واش عندك شي صديق انا يجي معك. اللي مثلو المرا ديالو، يلا سر بها باش يلا تلحق مع الجوج. مع الجوج يلا، راه ما بقاش بزاف صاحبي، ما نص ساعة صافي. هذاك اللي مشينا لهم داك النهار، واد براسك بغيت تعيط له مي لا عيط له، خلي الجوج. للتذكير فقط، فإن المسلمين هنا في فرنسا يعني لا يحرقون، ما كاين لا حرق لا يحرقوا المسلمين، هذيك الهضره ما كايناش. المسلم كاين، انا كنعرف بزاف كيصيفطوهم للبلاد الا ما كانش داير لاسيرونس، واخا ديك لاسيرونس حرام الواحد ما يديرهاش، من الاحسن.
ولكن فاش كيموت الواحد كيصيفطوه للبلاد، كاين جمعيات، كاين ناس كيتعاونوا بعد، يعني المسلم ما تيدوش خو المسلم. انا كنعرف انا في الجامع شي ما تيموت شي واحد كيتعاونوا الناس او اللي كيجيبوا من يعني وكيصيفطوه للبلاد، او اللي الا كان غيتدفن هنا كيشري القبر. تقريبا هذا السيد شاري القبر لمرتو، طايح عليه شاري وجوج قبورات تقريبا ب 4000 اورو. 4000 اورو فيها الدفينه، فيها كلشي، فيها جوج القبوره، حيت الا شريتي قبر واحد غتقام عليك غاليه. هذاك الشيء علاش شرا جوج، باش هو ذاك الثاني اما يتبرع عليه به شي واحد بغى يتدفن هنا، او لا او لا شغلو هذاك يبيعو، او لا يعني شغلو هذاك. اخوان حنا قربنا للمقابر، وغادي دابا غادي نوضح لكم، يعني مقابر ديال المسلمين وديال النصارى. هادي هي الدخله، اللي جايبين السيدة راه جاو على ما اظن، تيجيبوها بدوك الطومبيلات كما كتلاحظو. هادو هاد السيارات كيكونو خاصين للدفن الموتى. الباركينغ راه خاوي، غير انا بوحدي اللي مبلاصي تقريبا. دابا كنتسنى داك السيد يجي باش يجي، غادي يجيو يجيبو السيده اللي مات الله يرحمها. دابا غندخلكم تشوفوا القبور على من ما يجي السيد. غادي نوضح لكم المقابر ديال المسلمين ديال النصارى. وكاين هذه الدخله ديال القبور، وكاينه واحد الدخله من اللي عاوتاني كاين داروا فيها قبور المسلمين الفوق، يعني كاين الباركينغ الفوق، كاين تما فين غيدفنوا هاد السيده. ندعيو لها بالرحمه، ونطلب منكم تدعيو لها بالرحمه. راه هي كانت نصرانيه وسلمات، هادي مده طويله باش سلمات ولا تتصلي. الحمد لله مات مسلمه. وهاد السيد هذا قال لي انا كون ما ماتش مسلمه ما ندفنهاش. قلت له كذلك، انا غنصليو عليها صلاه الجنازه، ما كاينينش الناس اللي يعني مع الحجر الصحي ما لقيناش الناس اللي يجيو. خاصك تقلب وتقلب، ودابا مزيره القضيه. قلت نمشي انا وياه ماشي مشكل، صلاه الجنازه نديروها بجوج. اكسي انتيردي او زانيمو، يعني ممنوع يدخل شي كلب هنا ولا شي يعني اي حيوان يدخلوه معاهم. ثم النظافه كما كتلاحظوا، هذه النظافه ديال المقابر. هادو المرحاضات، هانت المرحاض ديال النساء، للرجال شوف النظافة، يعني داكشي نقي، دير ليك الصابون فين تغسل يديك، لافابو. هانتوما تعجبوك بالنظافة، شو النظافة، هانتوما كتلاحظو، تعطيو الحرمة للمقابر. فين جاو القبور ديال المسلمين؟ أنا غادي نقلب على القبور ديال المسلمين، هادو ماشي ديال المسلمين، هادو كتلاحظو. دابا هاد القبور هادو راه كيتشراو، وكاين هنا كتشوف تيديرو التصاور ديالهم في القبور، ديرو الورد، هادشي ماشي ديالنا هادشي. هانتوما كتلاحظو، غنمشيو نقراو هنا اللافتة باش غادي نعرفو فين جاو القبر ديال المسلمين.
الجيري، هاي هنا الجيري، ماروك، اوروب، لا اوتر مير باردون، تونيزي. صافي هادو هما القبور ديال المسلمين، غادي هنا غادي يكونوا باينه من هاد الجهة. او هادو مسلمين، هادو لا هادو هادو ماشي مسلمين، هادو نصارى. كتلاحظو هادو نصارى، لا هنا كاين المسلمين. السلام عليكم ايها يا اهل الديار، انتم السابقون ونحن اليكم ان شاء الله لا لاحق. انتم كتلاحظوا هادوما قبور المسلمين، ولكن بغيت يعني نوصل واحد الرساله للاخوان اللي مازال، لكن واحد البداع كيديروها الله يهديهم. كاين الناس كيديروا بداع، يديروا الورد في القبور، يديروا يبنيو يعني يديروا البني عليه، ويديروا بحال دابا الرخامات. لاش هو العجب، انا نوريكم دابا هاد القبور كيتشراو. بحال دابا هاد السيد هذا اللي كنعاودكم عليه، راه يدفن السيدة ديالو، شرا جوج القبورة بربعة المليون بكلشي، يعني بربعة المليون، فيها الدفن، فيها التغسيل، فيها يعني بحال دابا جمعية كتعطيها 500 يورو، هي اللي كتقوم لك بالأوراق وداكشي. 500 يورو عاوتاني هي اللي ديال، كاين جاو جوج الأصدقاء بغاو يديو لاجر، حيت هذا اللي غادي يحفر القبر، هذاك مولا سميتو اللي يحفر القبر. رجع حيت قال لي طلعوا من هنا. شوف وي سكيل ما دي مي لي با انكور اريفي لو مسيو. واه جاتني، ميرسي. كما تلاحظوا هذه هي المقبره. البلايص مازالين، البلايص مازالين. لا ما بقاوش البلايص في هذه النواحي، ولاو دابا يمشيو. لا كاين الفوق، هذه ما بقاوش هنا، ولاو الفوق ديال كاين باركينغ تما فين تحط الطوموبيل. كنا فيها بزاف ديال الاصدقاء وبزاف ديال الاصحاب. الله يرحمهم الاخوه. شو الغريب، لي طواليت نقيين، لي طواليت هذا قبور ديال المسيح. للمسيح. شوف شحال خاسرين ديال الاموال على دوك القبور. شوف غير واحد تيموت صافي، ما بقى ما تخسر عليه، صافي انتهى عمله الا لي ثلاث صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. هذه ماروك، ماروك او اوتر مير. هذه لا تونيزي، تونس، الجزائر. ديما خاوة، تحية لجميع المسلمين في كل مكان، تحية لخوتنا في أي أرض كانوا. هادو محمد واش كي شتاد القبورة طالعين، هادو زايدين طاج، كيبنيو فوقهم. هذاك الشيء اللي قال لك هذا بحال دابا هادو كيبنيو عليهم. شو شحال خاسرين على هاد المقابر. حنا المسلمين الحمد لله على نعمة الإسلام، مسلمين دفنوا صافي رمي عليه التراب، السلام عليكم، ادعي له بالرحمة. وراه هذاك هو السنة، هادشي كله راه بدعة بدعة بدعة. شو شحال ديال تماثيل. ها شكون هذيك؟ انت تصاور ديالهم الحمامات. بابا ماشي، اسمعني نقول لك. هادو النصارى اللي هما يديروا هاد فوالا، حنا ما خصناش نتبعوهم محمد ياك. حنا ما خصناش نتبعوهم، حنا
مسلمين نتبعوا السنه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد السيد عاد مات الله يرحمها، راه كان راجل ولدها كي ربي يرحمها ان شاء الله. الله يرحمها، الله يرحمها ويوسع عليها. كان ولدها مسكين، هما من الدار البيضاء، قالك هما من الدار البيضاء. الله يرحمها، صبر، شوف الصبر خير ان شاء الله. ادعي لها بالرحمه، راه كلنا نموت، كلنا غنموتوا. هذا اول نهار في رمضان، الله يجعل ربي ان شاء الله يرحمها ويوسع عليها وجميع المسلمين هادو. امين. رامي لو بوبويا فوق القبور ومضادر مساكن ولادو، الله يرحمه والله يوسعنا. مات في 2019. ايوا الصبر، الصبر جميل. هذا المرحوم، هذا هو الصديق ديالنا اللي مات الله يرحمه. انتم كتلاحظوا القبور كان عزيز عليه المطر، هما جايبين له موتور، يعني هذه كتسمى بدعه، ولكن الله يهديهم. الاخ اللي مات الله يرحمه اللي قتلوه، لا ما تذكر السميه ديالو، عرفتوا؟ مسكين ياسين. ياسين هذا كان صاحبنا، كان هذا كان ما بالازعم، بلا ما نذكروا الكنيه ديالو على الاهل ديالو. صافي، هذا كان صاحبنا وكان خونا وكان حبيبنا وكان يصلي معنا ويقرا معنا القران، وكيلعب كره بزاف مسكين. انت كان يلعب معنا الكره، كان يحفظ معنا القران في الجامع، كان خونا حبيبنا. ايوا قدر لي الله سبحانه وتعالى قديم الله. واحد الحادثه تسير مات فيها الله يرحمه. لا ماشي هذا اللي مات في حادثه تسير، هذا قتلوه، هذا مات مقتول. نو هذا لا، هذا هو اللي قتلوه صاحبي بالقرطاس. انت دابا غلطتي حتى في سميتو عبد الكريم، هذا اللي مات في 2018. لا هو غلط، هو هذا هو اللي كيهضر عليكم. هذا كان هذا هو اللي مات في الحادثه تسير. هذا من منين؟ من الدوله؟ هذا من جيبوتي. جيبوتي، هذا من جيبوتي مسكين، ومات الله يرحمه ويغفر ليه. كنت نعقل عليه تيجي للمسجد معنا والله يرحمه. يا غاد يا غاد اون بلوس هما راه كونفيرتي للاسلام، والله يبارك باهم وخوتهم كلشي يصلي الحمد لله. داك الشيء اللي غادي يدي معاه. وحاجه واحده باش كيغمتوا المسلمين الله يغفر لهم، هو التصور اللي كيديروا ديال الجيتار ولا شي حاجه كيديروها معاه. السلام عليكم. اذا داك كيديروا، كاين اللي كيدير الدرابو ديال البلاد، وكاين اللي كيدير تصاور ديال ولدو، هذا لا يجوز. حنا ندعيو لهم بالرحمه، الله يرحمهم ويوسع عليهم. هذا الشيء ما كان، ومشيو ندفنوا ديك السيده. الحمد لله بعدا جيتو بعدا ندفنوها جماعه. كنا اولين ندفنوها غير بجوجنا، ولكن الحمد لله جيتو. هاد الناس الله يجازيهم بخير، جاوا مدينه بعيده باش يديو الاجر، يعني جاوا مدينة بعيدة، حقاش الأجر ديال الجنازة قيراطين إلا صليتي عليه ولا دفنتيه، قيراط من الحسنات، يعني هي جبل قد جبل أحد من الحسنات، ولا دفنتيه جبل آخر من الحسنات، يعني قيراطين. واليوم النهار الأول في رمضان هنا في فرنسا، ومع هذا الكونفينمون هذا الحجر الصحي، ما كاينش الناس ما بغاتش تخرج. أنا عيطت على واحد الإمام، قال لك اسيدي ما نقدرش ندي بلاصه، قال لك ما يقدرش يدي بلاصه. هاد السيده راه دخلت الاسلام مده طويله، دخلت الاسلام وراجلها 10 سنين وهي مريضه مسكينه بالكونسير، والدوام لله الله يرحمها ويوسع عليها. غفور رحيم. هاد الشيء ما كان، لهذا يا اخوه خصكم ديما تفكروا باللي كاين الموت، لابد من الموت. دابا باش نوضحوا لهم ثاني صلاه الجنازه، دائما الاخوان صلاه الجنازه كتكون بدون ركوع، بدون اربعه تكبيرات. من بعد التكبيره الاولى كنقراو الفاتحه، من بعد التكبيره الثانيه كنديروا الصلاه الابراهيميه، والتكبيره الثالثه يعني كندعيو للميت، ومن بعد التكبيره الرابعه كندعيو لجميع المسلمين اللي ماتوا، ومن بعد كنسلموا. هذا الشيء ونتمنى الله يقبل منا، الله يقبل منا، ولا
يعني لا قدرنا نصور لكم كيفاش كدوز الصلاة هنا، ما قدرناش. والسلام عليكم. احنا دابا غادي ندفنوا ديك السيده اللي قلت لكم، هادو العائله ديالها، وكاين جايبينها في الصندوق ديك السياره كما قلت لكم قبيله، في هذيك السياره كتنقل الموتى. راجلها راه هو كاين لهيه. هذا هو القبور، بلاصه هنا محمد ياك لا بلاصه ليه كاع. شوف شوف هي بلاصه مزيان هذيك، شنو هي ديرها ديرها ليه. هذا هو اللي كيحفر القبور، هذو العائله ديالها. شنو هذا اللي شفتهم جايبين جوج طوموبيلات يا محمد؟ جوج اللي ماتوا. جوج اللي ماتوا، هادو ديال المسلمين ولا لا؟ دايرين جهة المسلمين من لهيه وجهة من لهيه. القبور ديال الجهه ديال المسلمين هي داروها بوحدها عليه. ها هما راه حافرين القبر ديجا، هو هذا القبر ديالها. حتى اللي كيحفروا là-bas, là-bas, là-bas,
ندعو لها وندعو جميع المسلمين، الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين، والله يثبتنا على الطريق المستقيم. عندكم هذا السيد جاري عنده 5 الاولاد معها وسلمات، والحمد لله هذا هو هذا فضل من عند الله. نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله. دوغيان واه انا جاي. السلام عليكم، جيتو من مدينة بعيدة، شكرا جزيلا وزتو معنا هاد المراسم الدفن. كنتمنى اخوتي يعجبكم الفيديو، الى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الله يعاونك. الله يعاونك اخويا العزيز. سمحوا لنا، الله يسهل عليكم. السلام عليكم.